عن حصان أسود في هذه البطولة. نحن لسنا بحاجة للبحث، الحصان الأسود واضح أنه منتخب المغرب الآن الذي وصل إلى أقصى مرحلة متوقعة لفريق عربي أفريقي. أداء المنتخب المغربي كان جيد جدا من الناحية الدفاعية والهجومية، يلعبون بروح الجماعة وهذا ما أدى إلى هذا النجاح. أيضا لديهم مساندة اللاعب رقم 12 وهو الجمهور، وهم يستحقون الوصول إلى نصف النهائي. لقد كنت معجبا ولازلت معجبا بأدائها.